بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا بيكم تاني في محاضرة من حاجات اللي احنا بنستخدمها في سبق التجهيز. اتكلمنا على الخرسانة واتكلمنا على الخشب، النهاردة هنتكلم على الستيل. هنتكلم على الستيل بمشتملاته كسبق تجهيز كبري فاب. هتتناول المحاضرة عندنا هنتكلم فيها على المقدمة، ايه هو الستيل كمادة بناء انشائية. هنتناول طبعا المميزات والعيوب للستيل، وهنتكلم على مراحل وفكرة تصنيع الستيل. هنتكلم بقى كمان مش على الستيل عموما كده بشكل، هنخش كمان في الارضيات الستيل، وهنخش في الحوائط الستيل، وبعدين في الاخر هنتكلم على assignment كده صغير هنعمله ان شاء الله باذن الله مع بعض. الستيل اللي هو الصلب، الصلب مش الحديد، الستيل مش الايرون، عشان ناس كتير قوي بتلخبط ما بين المسميات. فالستيل عندنا هو مادة مصنعة من الحديد اللي هو المادة الخام اللي هي الطبيعية اللي موجودة في الارض، في بطن الارض، تمام؟ وبعدين بيتم خلط الحديد ده مع الكربون ويتصهروا مع بعض ويبدأ يطلع خام الصلب بتاعنا. طبعا احنا يعني تعرضنا كتير قوي لدراسات خاصة بالحديد، اتعرفنا الفرن العالي وفرن ميدريكس وازاي بيتم صهر الحديد ونطلع حديد ذو كفاءة معينة ازاي، ونسب الكربون بتاعته. كل الكلام ده خدناه في الكيمياء في اعدادي هندسة، وخدنا الكلام ده في كيمياء ثانوية عامة، وتعرضنا لحاجات كتيرة قوي منه في المقدمات، مثلا مادة الستيل اللي احنا خدناها من قسم مدني مثلا. الخليط المصهور عندنا ده بيتم صبه في قوالب ستاندرد، او زي ما بنقول كده اشكال قياسية عندنا، زي اللي موجودة عندنا في الصورة كده. احنا عندنا ايه، انجل والدبل انجل جنب بعض مثلا، ممكن نيجي عاملين قطاع اللي هو التي، عندنا التشانل او اللي احنا بنسميها السي، عندنا بعض الحاجات اللي هو الكولوم او البيم اللي بيبقى زي الاي بيم والحاجات دي، عندنا في قطاع اللي هو الريكتانجلر او المربع والمستطيل والدايرة، تمام. هننتقل هنا للمميزات والعيوب. من اهم مميزات الستيل ان هو بيقدم تنوع كبير جدا في القطاعات الخفيفة والتقيلة، تمام. هو مادة إنشائية ذات تحمل للقوى عالية جدا، في نفس الوقت هو ما بيتحرقش، يعني غير قابل للاحتراق، لكنه بقى بينصهر عند 520 درجة سيليزية أو 1000 فهرنهايت. في نفس الوقت هو ما بيحصلوش زي الخشب، يعني ما بي مش معرض للتسوس أو تفشي الحشرات زي الخشب والكلام ده. كل دي بالنسبة لنا مميزات في الستيل تخلينا ممكن نروح للستيل في بعض المباني، تمام. من عيوبه بقى هو صعوبة التعامل معاه في الموقع. طبعا هو عايز تجهيزات معينة عشان التعامل معاه، حتى لو هيتم في الموقع بعض التعاملات هيبقى تركيب تعديل لحاجة معينة، بالإضافة ان هو موصل جيد جدا للحرارة والكهرباء، فدي أصبحت عندي من العيوب الظاهرة المؤثرة في الستيل. الموضوع هنا عندنا بنتكلم على الخطوات، في 3 خطوات عندنا. الخطوات الأساسية هي التصنيع والتشكيل في المصانع، وبعدين النقل اللي بيتم نقل القطاعات دي للموقع زي مثلا على الكساحات والشاحنات وخلافه، وبعدين بيتم ربط وتركيب القطاعات دي في الموقع من خلال 3 طرق هنتناولها بعد كام سلايد كده واحنا ماشيين. الفكرة عندنا هنا ان هو الموضوع ده يصلح للإطارات الإنشائية عندنا او المنشآت، بداية من ذات الطابق الواحد حتى ناطحات السحاب، فالموضوع عندنا الحمد لله مفتوح في النقطة دي. عندنا طريقتين أساسيين عندنا في الأرضيات، عندنا نظام اللي هو البيم ونظام الجويست، تمام. نظام اللي هو الكاميرات او الوحدات اللي احنا بنتكلم عليها في كام سلايد برضو جايه كده، هنتكلم عليهم ونتناول
الجويست دي بالتفصيل، وهنتناول البيم بالتفصيل. أهم طرق للتحميل عندي هم 3 طرق. الطريقة الأولى اللي هو الوان واي، وان واي الكاميرات أو الوحدة التحميل بتاعي وان واي، أو تو واي في كاميرات في الاتجاهين، أو تريبل بيم سيستم. التريبل بيم سيستم زي ما احنا شايفين كده، في بيم جاية تحت رئيسية، جاي فوقيها مجموعة من البيمز اللي هم زي الثلاثة اللي ظاهرين عندك في الاتجاه الطولي دول، وبعدين بعد كده محطوط على مسافات أضيق شوية البيمز الأخيرة، تمام؟ فده اللي هو إيه، التريبل بيم سيستم. عندنا طريقة لحساب القطاعات الحديد دي بسيطة جدا، وأكيد تناولناها في مادة الرسومات التنفيذية لما كنا بنرسم الحاجات دي. هي شبيهة على فكرة بطرق الحساب بتاعة البيم والكولوم والحاجات دي اللي احنا خدناها في الرسومات التنفيذية. الموضوع بسيط جدا، انت بتحسب مثلا الدبث بتاع البيم، يبقى الاسبان على ايه، على 20، الجردر مثلا الاسبان على 15، وهكذا. فانت بالنسبة لك القوانين دي كمان تبقى عارفها بالنسبة للقطاعات، عشان لو جبنا مسألة مثلا، عشان الشيت الأول بتاعك اللي انت هتاخده ان شاء الله في آخر المحاضرة، أو لو جبنا مسألة في الامتحان، هيبقى مطلوب ان انت تبقى عارف هذا الكلام. القطاعات نفسها بقى بتاع الأعمدة هي نوعين، نوع سيمبل اللي هو ايه، قطاعات ستاندرد معروفة زي اللي احنا اتكلمنا عليها، أو نوع اللي هو الكومباين. الكومباين ده اللي هو هيبقى خرسانة في حديد يعني معروفة، ولكن النوع السيمبل ده بينقسم إلى جزئين، البرايمري اللي هو القطاع البسيط أو الابتدائي، والقطاعات المجمعة اللي السيمبلي. السيمبل هي نفس القطاعات اللي احنا بنتكلم عليها ولكن مجمعة، يعني في فوق في البرايمري في اي بي مثلا، تمام؟ في اللي هو الاسمبل هو انا بعمل الاي بي، بجيب مثلا بليت وابدا الحمها في بليت تانية، وابدا الحمها في بليت تالتة بطريقه الويلدد، عشان خاطر اقدر اوصل للشكل اللي انا عايزه. فهو برضه هو شكل بسيط في الاخر، ولكن انا مجمعه. انما الكومباين هو ده شيء منتج من مادتين، انا خدت بقى القطاع اللي هو ايه السيمبل، وبدات اركبه مع ماده تانية زي الخرسانه. عندي هنا الطرق بتاعت الوصلات اللي انا قلت لكم عليها، هنتناولها بعد كام سلايد كده. 3 طرق عندي اللي هو الريفيتد والبولتد والويلدد، اللي هم زي ما احنا بنسميهم كده البرشام والمسامير واللحام، تمام؟ في عندي بقى اللي هو الديكنج. الديكنج دي اللي هي الأرضية بتاعتي، أنا بغطي فوق بكذا حاجة. ممكن أغطي بخشب اللي هو الوود، أو البريكاست كونكريت تبقى وحدات خرسانة سابقة التجهيز، أو الميتال. بس إحنا بقى النهاردة عندنا إيه، هنزق شوية في الميتال. خلاص يعني إحنا اتكلمنا حتى عن الخشب والسب فلورنج في الخشب في محاضرة الخشب كبريفاب. النهاردة إحنا هنتكلم على الميتال ديكنج اكتر، بس تبقى عارف ان في 3 انواع، لان وارد جدا ان يعني اسالك واقول لك ايه هي انواع الديكنج او الفلور ديكنج في المباني الستيل، هتبقى عارف انها الوود بانل او الوود بانل سب فلورنج او البريكاست كونكريت او الميتال ديكنج. عندي بقى هنا في الميتال ديكنج، عندي مهم قوي انك تبقى عارف ان انا بشتغل باهم حاجه بالكورجيتد شيتس، تمام؟ الكورجيتد شيتس عندي ليها انواع برضه هنتناولها، ومهم جدا انك تبقى عارفها بالتفصيل، تمام؟ الخرسانه فوقيها ليها سمك، بنتكلم في من 64 ل 75 مللي، بس حتى لو قلت قوي المينيموم بتاعها في اي منطقه، سواء كان حصل عندي السمك متغير، فاقل منطقه عندي يبقى السمك فيها 51 مللي. نيجي بعد كده هنا، فالغرض من الميتال ديكنج عندي هو الغرض الاساسي ان هي هتتعمل منصه لاتمام الاعمال، تمام؟ يعني انا بقف عليها عشان اكمل الاعمال بتاعتي،
بالاضافه ان هي هتبقى قالب لان انا اصب فوقيها الخرسانه بتاعتي، يعني زي ما بنقول كده شده دائمه. اكيد انتوا خدتوا في مواد المعدات مثلا او غيرها الشدات بانواعها، وعرفنا ان الشده الدائمه هي شده بتفضل موجوده في الايه في المنشا ما بتخرجش منه، وبالتالي دي حاله من حالات الشدات الدائمه لو انا هصب ايه فوقيها خرسانه. بالاضافه انك لازم تبقى عارف ان الحساب بتاع الدبث بتاعها هو الاسبان على 24. عندي هنا 3 انواع للكورجيتد شيتس بتاعتي في الميتال ديكينج، مهم جدا انك تبقى عارفه، برضه تبقى عارف انت هتختار انهي واحده مثلا في حل الشيت، او هتتعامل مع الموضوع ده ازاي، او هتقرر تاخد انهي نوع طبقا للخدمات اللي ماشيه في السقف او خلافه، هتعمل تسليح، هتعمل مثلا اسلاك تبقى ماشيه في السقف في علبه من العلب ديت او كده، تبقى عارف الفرق بينهم في التشكيل ايه، لانه وارد طبعا زي ما بقول لك انك تتعرض ليهم في حل الشيت او تتعرض ليهم في السؤال في الفاينل. تمام. فعندي الفورم ديكينج دي اللي هي على الشمال خالص، انتوا شايفينها هي سيمبل بسيطه، هي كورجيتد شيتس بسيطه جدا، النتوءات بتاعتها ما فيهاش اي تعريجات، هي التعريجه الاساسيه الرئيسيه بتاعتها بس. تمام. نيجي لي الكومبوزيت ديكنج، نركز بقى هنا في التشكيل بتاع الصاج نفسه. الصاج عندك المنطقة العلوية اللي فوق فيها نتوء لتحت، فيها بروز غائر لتحت، والمنطقة السفلية اللي تحت فيها جروف كده موجود، او النتوء موجود طالع لفوق، ففي مفحار فوق ماشي عامل ايه، عامل تعريجة في الصاج من فوق، وفي مفحار تحت برضو ماشي عامل تعريجة في الصاج من تحت. ركز في الكروس سيكشن يا باشمهندسين، نركز فيه عشان نبقى عارفين الكومبوزيت ديكنج دي شكل الكورجيتد شيتس نفسها فيها عامله ازاي. ده انا بتكلم على اللي في النص، شايف شكلها عامل ازاي. تمام. نيجي بقى للسيلر ديكنج. السيلر ديكنج دي شبيهه باللي قبلها، بس بيبقى تحتها ايه، تحتها لوح صاج كده قافل وعاملها علب، وبعدين بصب فوق الخرسانه عادي خالص، يعني كلهم انا بصب لهم خرسانه من فوق، لكن الاخيره دي انا بقفل العلب من تحت بلوح صاج واقدر امشي فيها اسلاك زي ما انتم شايفين كده اللي هي ايه على اليمين خالص. يبقى تاني علشان النقطه دي مهمه تبقى عارف ان الفورم ديكنج الصاج فيه زي ما انتم شايفين كده، الصاج فيه التعريجه الرئيسيه وبس، انما الكومبوزيت ديكنج والسيلر ديكنج الصاج فيه بعد ما بيتعرج التعريجة الرئيسية في نتوء، ما هو موجود في الكروس سيكشن بالنسبة لك انت شايفه، سواء في الجزء العلوي خالص او في الجزء السفلي خالص في بروز موجود، سواء كان في الكومبوزيت ديكينج او في السيلولار ديكينج. تمام. خلاص كده احنا هنعرف الجدول ده علشان خاطر الميتال ديكينج. الجدول ده هيبقى جيفن ليك في الامتحان في حالة ما يكون في سؤال على الميتال ديكينج في الامتحان، لو انا هطلب منك تحسب حاجة او ترسم حاجة معينة بسكيل، فاكيد الجدول ده هيبقى جيفن عشان ترسم بسكيل وتحط البيانات على الرسم. مطلوب منك بس انك تبقى عارف دلوقتي ان هو بيتكلم على الفورم ديكينج والكومبوزيت ديكينج والسيلر ديكينج، بيقارن ما بينهم في كذا حاجة، منهم مثلا المينيموم سبان والماكسيموم سبان او الشيت سايز وخلافه. تمام. لو الشيت بتاعكم اللي انتوا هتحلوه او المسألة بتاعتكم اللي هتاخدوها في اخر المحاضرة النهاردة ان شاء الله هي هتبص انت على الشيت ده دلوقتي، انما في الامتحان انا هديها لك جيفن. بالنسبة لي اللايت جيج بقى، عندنا احنا عندنا في اللايت جيج في التشكيل بتاعه بيتم على البارد، بيتم عليه عمليات كتيرة جدا منها التقطيع والذوبان او او الصب والدرفلة والضغط والانحناء والقص، ممكن الحاجات دي كلها بتتم في تصنيع كمان لحاجات من دي كتير، بيتم على الكولد فورمينج او التشكيل على البارد. تمام. ليه مميزات وعيوب اللي هو اللايت جيج ده اللي هو القطاعات الخفيفة؟ من اهم مميزاتها انها وزنها خفيف جدا، أكثر ثباتا، يعني ممكن تمتد لمسافات أطول لو قارناها مثلا بالقطاعات اللي زيها من الخشب.
تتقطع وتتجمع بسهولة علشان خاطر هي لايت وبسيطة، بالإضافة إنها مقاومة للرطوبة. من عيوبها بقى إنها موصلة للحرارة والكهرباء، طبعا إحنا بنتكلم في حاجة صلب وحديد عايزة مزيد من الطاقة للتصنيع والتشكيل، تمام؟ هي بتحتاج طاقة كبيرة جدا عشان التصنيع والتشكيل. هنتعرض هنا لشكل القطاع نفسه، القطاع نفسه بتاع اللايت جيج السي مثلا، فيها الفلانج والويب زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على الشمال. الصورة اللي على الشمال واضح فيها كده الفلانج اللي هما الشفتين بتوع السي، والويب اللي هو العصب نفسه بتاعها الرئيسي، تمام؟ مش مجرد كده بس، لا ده فيه ليها انواع كمان، النستابل جويست وفي السي جويست وفي الجويست كلوجر. هنبداهم من الشمال كده عشان تبقوا مركزين معانا. النستابل جويست ده اللي هو عبارة عن السي فيها كمان شفتين من فوق قافلة، يعني مش مجرد بس الشفتين بتوع السي طالعين، لا هما واخدين كمان هبوط لجوه كده عاملين قافلين على بعض، بالاضافة ان الويب نفسها معرجة فيها تعريجة من فوق كده وتعريجة من تحت، فيها تانية معينة اشبه باللي كانت موجودة في السقف المعرج، تمام؟ النوع التاني اللي هو السي جويست اللي هو في النص، ده عامل زي النستبل بالظبط، الشفتين بتوع السي مقفولين ولكن ما فيهمش التعريجات اللي انا قلت لك عليها اللي هي كانت موجوده في الكورجيتد شيتس، ما فيهاش التعريجات دي، الويب بتاعتها صريحه. الجويست كلوجر عندنا هي عباره عن قطعه بنقفل بيها في الاخر كده، حتى هي من اسمها من استخدامها اسمها هو استخدامها، يعني جويست كلوجر بنقفل بيها على بوكس معين، بنقفل بيها على تصميم معين بشكل معين كده والدنيا بتمشي. ممكن تستخدم طبعا في حاجات تانية كتير ولكن ده أشهر استخدام ليها من اسمها. عندنا هنا الجدول بتاع اللي احنا دايما بنتكلم عليه، الدبث والفلانج والويب والمساحات بتاعتها والحاجات دي كلها والأطوال بتاعتها والعروض بتاعتها، بس أهم حاجة أنا هركز لك عليها هنا في الآخر إن الدبث هو السبان على 20، وبرضه لو كان في سؤال في الامتحان في هذا الجزء هيكون الجدول ده جيفن، ما فيهوش اي مشكله، بس تبقى عارفه وعارف مكوناته عشان لما يجي لك تعرف تطلع منه المعلومه. عندنا هنا احيانا واحنا بنركب بنعمل فتحات في الوحدات بتاعتنا، الفتحات دي ليها ميزه، تمام؟ اول حاجه تقليل الوزن بتاعنا والسماح بان انا ممكن امرر مواسير وخدمات موجوده في السقف، تمام؟ وبيتم التثبيت الوصلات دي مع بعضها، غير بقى الطريقه الاولانيه خالص المسامير بتاعتها بتشتغل بضغط الهواء، يعني المسامير بتاعت هذا الجزء بتشتغل بضغط الهواء كهربيا، تمام؟ نيجي هنا بقى للوصلات بتاعت تركيب الوحدات بتاعت اللايت كيج فريمينج سيستم. الوصلات دي بتبقى مهمه جدا، في منها كذا طريقه هوضح لكم منها كذا حاجه دلوقتي، منها دلوقتي الويب ستيفنر. ايه الويب ستيفنر دي؟ بص كده على الرسمة اللي على الشمال هتلاقي انا مشاور لك على الويب ستيفنر. الويب ستيفنر دي مكانها فين؟ تمام؟ فانت خلاص عرفت ان هي الوصلة ما بين الاتنين سي اللي داخلين في بعض. طيب انا بثبتهم ازاي ببعض؟ بقص حتة من السي ديت وبعدين بلفها واركبها زي ما انت شايف كده في الرسمة اللي في النص. ركز يا باشمهندس في التفصيله دي علشان خاطر هتحتاجها في التفاصيل بتاعه الشيت، وهتحتاجها في التفاصيل لو الجزء ده تناولناه في الامتحان، بالطبيعي طبعا هتحتاجها في سوق العمل. انا يهمني دلوقتي انك تبقى فاهم هي بتشتغل ازاي، بتتقص من السي وما بتبقاش على نفس اتجاهها، لا هي بتتعكس، تبقى عموديه عليها زي ما انتم شايفين كده اللي هو جزء البولد اللي في الرسمه اللي في النص، هتتعكس وتتلف وكأنها بتتدكك جواها وتبدأ تتثبت في الفلانج بتاعت العمودية عليها، تمام؟ نيجي بعد كده للتثبيت بتاع السيستم كله، إما إن أنا بثبت على حيطة ميتال زيها أو على حيطة خرسانة أو مباني، تمام؟ عندي بعد كده برضو عشان لو لقيتوا المسمى ده تبقوا عارفينه، انا حاملين لك هي اللايت جيج جويست اللي لك ال جي جي، تمام؟ عشان لو لقيت ال جي جي بعد كده تبقى انت عارف ان هي ايه، لايت جيج جويست،
تمام. السبيسنج بتاعتها 40 60 وفي ايه في 30 كمان ممكن تقل عن كده، وممكن توصل لحد ال 120، والكلام ده هيبقى طبقا لجدول هنتناوله بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. الارضيه عندنا برضو ممكن تكون ايه، اي ارضيه احنا قلنا عليها، احنا قلنا تكسيه الارضيه او الديكنج بتاعنا ممكن يكون خشب، ممكن يكون خرسانه، ممكن يكون حديد، ممكن يكون اي حاجه احنا عايزينها. في بعض التفاصيل بقى عندنا انا عايزك تتناولها كده وتفهمها بالتفصيل. لما تكون التحميل بتاع المبنى زي الصوره اللي فاتت، احنا قلنا التحميل على حائط يا اما خرسانه يا اما حديد يا اما مباني. لو حائط خرسانه او مباني هيبقى التحميل بتاعنا بالطريقه دي. لو حائط حديد برضو زي اللي هو اللايت جيج عادي، لايت جيج محمل على لايت جيج عادي، هنتعامل برضو التفصيله دي. بس دلوقتي هناخد الجزء بتاع الخرسانه. عندنا رسمتين، واحده يمين وواحده شمال، عايزك تركز في التفاصيل بتاعتهم. اول واحده اللي هو الجزء اللي على الشمال، هي سواء كانت قاعده خرسانيه او حيطه او جزء مباني او اي حاجه، انا احمل عليه السقف بتاعي. فباجي جايب السي كلوجر بتاعتي حاططها وابدا احمل عليها السقف بتاعي، اركب الويب ستيفنر زي ما انتم شايفينها كده موجوده وواضحه هنا في الرسمه برضو. في فوقيها بعد كده السيتنج بتاع الارضيه، ثم الاستاد بتاعه الحوائط. تمام. اللي على اليمين فيها فكره احنا خدناها في بيلدنج اولى عماره عادي خالص، هي ان انا بعمل قص في المباني او قص في الخرسانه، اعمل لها يعني جزء تتكئ عليه السقف، وبالتالي احط عليه الكليب انجل بتاعتي بتاعه الحديد، وبعدين ابدا احط الجزء بتاع السقف بتاعي عادي خالص، واحط السقف الديكنج الكورجيتد شيتس ثم الخرسانه. يبقى تبقى فاهم كويس قوي الحالتين دول والفرق بينهم يا باشمهندسين، هتعرف يعني لما تيجي في الشيت هحل دي ولا هحل دي، ولو خدت دي في البلان شكلها عامل ازاي، وفي القطاع شكلها عامل ازاي، ومشاكلها ايه. واذا خدت الحاله الثانيه برضو نفس الكلام، وممكن بكل بساطه اقول لك في الامتحان اذكر لي الفرق بين الحالتين دول، او اذكر لي ايه هي حالات تثبيت السقف المعدني على سقف على حائط طوب او خرسان. ترسم الحالتين باي شكل انت عايزه، ايا كان هو يعني كروس سيكشن او 3 دي زي ما انت شايفه كده واضح. بالنسبه لي الفتحات بتاعتنا عادي جدا زي فكره الخشب. خشب لو تفتكروا احنا كنا بنعمل ايه، كان في بعض المسميات كده دبل هيدر وتريمر وكريبل وحاجات كده كنا بنقولها. برضو هنا برضو عندنا ايه، هيبقى في دبل جويست او ويب ستيفنر تبقى موجوده في بعض الاماكن، او ان احنا نعمل ايه دبل داير ما يدور في بعض الفتحات زي كده. هناخد الكلام ده بالتفصيل كمان في انواع الفتحات اللي احنا هناخدها فيما بعد. نيجي بعد كده لو التحميل على ايه، انا وريتكم في السلايد اللي فاتت التحميل في حاله مكان على حائط سواء كان طوب او خرسانه. هنا لو انا عندي الجزء لايت جيج برضو معدني زي ما انا هكمل السقف، ما هو معدني برضو، فباجي على الحائط اللي تحت وبحط الكلوجر بتاعتي عادي خالص، فوقيها الكلوجر الثانيه بتاعه السقف، رابطه الويب ستيفنر بعد كده بالستيل جويست بتاعه السقف عادي خالص. الستيل جويست اللي عندي اللي هي العناصر بتاعه السقف نفسه، اللي هي في الرسمه اللي على اليمين اللي هي جايه عموديه متوازيه كده مع بعضها، عموديه على الكلوجر اللي على الطرف خالص. تمام. يلي ذلك بعد كده بحط الشيدنج بتاع السقف، ثم يلي قصدي الديكنج بتاع السقف، ثم يلي الحائط اللي عندي الاستاد بتاع الحائط وهي واقفه. عندي بالنسبه ل بالنسبه لللايت جيج نفس الافكار بتاعه الخشب، مفيش جديد. يعني انا برضو بوقف الاستاد بتاعتي عادي خالص وبعمل فيها فتحات، بس بيبقى عندي بعض العناصر الزياده شويه خاصه بالحديد عشان خاطر طريقه تثبيته وطريقه البريسنج بتاعته، وهنشوفها دلوقتي بالتفصيل. الاول نتكلم على مميزات المنشأ بتاعنا في حالة اللايت جيج. المميزات دي ان هو وزنه خفيف، ما بيتحرقش الحديد، ما بيتحرقش غير قابل للحريق، مقاوم للرطوبة بس بيتأثر بيها. تمام. سهل القطع والتشكيل عشان هو قطاع لايت، طبعا يقبل اي نوع من التشطيبات، يقبل انواع كتيرة جدا من التشطيبات.
تمام، في تجاويف بقى داخليه عشان خاطر ايه، يخدمني بقى في العزل الحراري ويخدمني في بعض الخدمات اللي هي ايه بتمر عندي. الرسمه دي بقى يا شباب مهمه جدا، فيها كل حاجه هنتكلم عليها في التفاصيل بعد كده. يعني احنا هنتكلم في سلايد هنتكلم عن السبيسنج، في سلايس هنتكلم عن البريسنج، في سلايد هنتكلم على كل التفاصيل دي ان شاء الله. السبيسنج عندي 30 40 او 60، تمام، ده بالنسبه لايه للاستاد بتاعه الحيطه. الوحده الرئيسيه عندي اسمها ايه، لايت جيج ستيل ستاد، تمام. الجزء اللي مايل عندي، عندي حيطين، حيطه يمين وحيطه شمال اهي. الحيطه على الشمال عندي في جزء جاي دياجونال كده، الدياجونال ده البريسنج. لو انتوا فاكرين لما خدتوا ستيل في ماده مدني، خدتوا بريسنج كده بتاخدوه في الايه، في الفريمات، وخدتوه في التراسز، ده دياجونال بريسنج. الحيطه اللي على اليمين فيها هوريزونتال بريسنج، الجزء اللي جاي افقي ده في نص الحيطه السهم عليه اهو، اللي هو الهوريزونتال تشانل بريسنج. الجزء اللي على الشمال هو الدياجونال بريسنج، تمام. نيجي في الحيطه اللي على اليمين تحت خالص في اللور رانر، اسمه رانر، تمام، لور رانر، في زيه فوق ايه كونتينوس رانر تشانل اللي هو جاي بتاع فوق خالص، تمام. وبعد كده لو في عندي اي تفاصيل صغيره زي الحيطه اللي على اليمين بتاعه الجزء بتاع الانجل ده اللي هو الكليب انجل بتاعتي اللي هي ايه ماسكه الحيطه بتثبتها، بولتد تو فاونديشن، يعني مربوطه بالمسامير مع الفاونديشن او الاساس اللي هو الجزء بتاع الايه اللي هو الكليب انجل نفسها اللي هي اللي ماسكه الحيطه نفسها بتاعه المنشا بتاعي. لان الجزء اللي تحت خالص ده هو الفاونديشن، يعني حاطط المنشا بتاعي فوق قاعده من الخرسانه العاديه مثلا او حاجه مثبته فيها، او من الخرسانه المسلحه ويكون طالع منها اشاير او خلافه. يعني الطبيعي ان المنشا بتاعي بيكون حواه عايز متكئ يسند عليه، يعني ما حدش يجي في القطاع في التمرين ويعمل لي المنشا بتاعي على الارض، تمام يا شباب. زي ما قلنا قبل كده ان طريقه التثبيت بتاعتي هي برشام ضغط الهواء كهربيا، اللي هو ضغط الهواء كده بطريقه معينه كهربيا، هي المعده كده بتيجي ضغط الهواء بتثبت البرشام بالطريقه دي، تمام. نيجي هنا في السلايد دي انا بس بوضح لك فيها البريسنج، بقول لك ان في الحيطه الجزء اللي على اليمين في الهوريزونتال بريسنج، والجزء اللي على الشمال في الدياجونال بريسنج، علشان ده مهم بالذات في المنشآت المعدنيه اهم من الاجزاء الخشبيه. هو مهم في الاجزاء الخشبيه برضه بس في المعدني مهم جدا. لو نلاحظ كمان ان الهوريزونتال بريسنج متخرم له في الفيرتيكال ستاد اللي هي الاستاد الرأسيه اللي واقفه دي، متخرم فيها اماكن دخول البريسنج بتاعي. عندي نوعين بس من طريقه التحميل، في النون لود بيرنج وفي البيرنج وول. مهم انك تبقى عارف الفرق بينهم. الاولانيه بارتيشن بس كده، اللي هو يعني ايه فاصل ما بين فراغ وفراغ، ممكن يتشال ممكن يتحط مش هتفرق معايا. انما الجزء النوع الثاني بيبقى بيرنج وول، ده متحمل عليه مش هينفع ان انا ايه اقعد العب فيه واشيل واحطه والكلام ده. مهم بقى انك تبقى عارف كمان الايه الثيكنس والويتس بتاع كل نوع، تمام. ما يبقاش السبيسنج بتاعك محطوط وخلاص، لا، انت عندك السبيسنج بيكون متاثر بيه الثيكنس والويتس، سواء بتاع السي ستاد زي ما احنا خدنا الثلاث انواع، خدنا الفورم والسي والايه والكلوجر، تمام. فانا عايزك تركز في كل نوع في الثيكنس والويتس بتاعه. اذا تطرقنا لسؤال هيحتاج منك حسابات معينه في الامتحان برضو هيحضر لك الجدول بتاعه. هنا اهو انا بذكر لك تاني نفس المعلومه تانيه، فانت بتختار ايه على اساس ايه. يعني مثلا لو عندك السبيسنج مثلا ممكن يكون 30 40 60، هيكون ايه according to both stud size and sheathing size. يعني انا عايز الستاد سايز والشيثنج سايز بتاعي، اللي هو الستاد اللي هو الوحدات الرأسيه بتاعتي، والشيثنج اللي هو الايه الجزء بتاع التكسيه بتاعته يعني، او الفينيشنج بتاعه هيبقى
ايه طبقا للمقاسين دول انا ببدا اختار السبيسنج بتاعي، لان مش هينفع وانت بتعمل تاكسيه وبتثبتها تيجي تثبتها تلاقي وراها فاضي، فانت المهم انك تيجي تثبتها تلاقي وراها منبر، وانت بتثبت الاطراف بتاعتها وانت بتثبتها في النص تلاقي وراها منبر موجود او ستاد، مش هسميه منبر بقى، لا هنسميه ستاد ماشي، فتلاقي وراها ستاد. فطبعا التشيزنج هتاثر معايا في المسافات والمقاسات نفسها بتاعت الستاد، الثيكنس بتاعها والويث بتاعها هو اللي هيديني عدد كتير ولا عدد قليل. يعني تخيل كده حاجه المسافات بتاعتها صغيره وانا عندي سقف كبير وبتاع، فهضطر ان انا اضيق المسافات ما بينها عشان اكتر عددها. تمام، عندنا انواع في الفتحات كده، ثلاث انواع، النارو اوبننج يعني حاجات ضيقه، والوايد اوبننج اللي هي الواسعه والكبيره، والاوبننج نير ذا اند ذا هول اند. تمام، الاوبننج في نهايه الايه، قريبه من النهايه، قريبه من نهايه الحيطه. تمام، انا عايزك هنا تركز شويه في التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها، الموضوع مش هيختلف كتير عن الخشب. احنا كنا قلنا في الخشب في حاجه اسمها ايه، الكريبل والدبل هيدر والتريمر والحاجات دي، نفس الكلام هنا بس مسميات مختلفه. خلينا في الرسمه اللي فوق على الشمال، انا كان نفسي الماوس يبقى شغال بس مش عارف هو ليه مش ظاهر عندكم. في الرسمه اللي فوق على الشمال انا كل اللي انا عملته ان انا جبت اتنين سي وشهم في وش بعض، الاتنين سي اللي في وشهم في وش بعض دول هم اللي انا مشاور لك عليهم، دول واكتب لك دبل سي جويست هم. تمام، ومتثبتين مع الجزء الرأسي عندي بستيل جاست بليت، الستيل جاست بليت دي هي الجزء متثبته مع الجزء الرأسي. تمام، والجزء الرأسي عندي هو دبل زي ما انتم شايفين، الجزء الرأسي هو دبل. ممكن في الحاله دي انا هنا محمل العتب بتاع الفتحه او اللينتل، لانه هتلاقي مسمى لينتل ده جاي قدام بعد شويه، لينتل اللي هو العتب بتاع الفتحه هتلاقيه متحمل على الدبل سي اللي فوق. تمام، في الرسمة التانية بقى اللي هو اللي فوق على اليمين انت عندك سي تخينة، السي تخينة دي هي كاميرا حديد تقيلة هي شايلة فوقيها بقية الايه، بقية الحائط. تمام، يبقى هنا الحالتين دول الجزء الاولاني اللي على الشمال هو شايل تحتيه ومتعلق عليه الجزء اللي تحت، لان اللي فوق هو اصبح هو المقوى، انما في الرسمة اللي على اليمين السي التخينة هي اللي شايلة فوقيها الايه؟ بقيه الحائط. لو بصينا على الفتحات عندنا هنلاقي في كذا نوع من الفتحات، زي ما قلنا الكبيره هعمل لها السي التخينه اللي شايله فوقيها، الصغيره ممكن اعمل لها الدبل سي جويست عادي خالص، اما بالنسبه للقريبه من الاند بتاع الحيطه فبعمل لها التراس ده علشان خاطر يقوم لي بدور البريسنج بتاعي. تمام، تعمل ايه تراس، زي رسمه التراس كده عشان خاطر تحميلي نهايه الحيطه لو انا فاتح فيها. التفصيله اهي تانية واضحه اهي، الجزء اللي على الشمال اللي على فوق شمال اللي هو الجزء الشمال واضح فيه اتنين سي وشهم في وش بعض، وعليهم من فوق الكلوجر اللي قافل عليهم هما الاتنين. تمام، الجزء اللي على اليمين structural steel channel، structural يعني جزء تحميلي، structure يعني تحميلي. تمام، حاجة هتتحمل عليها. تمام، أو إنشائية، كاميرا إنشائية مش كاميرا لايت جيج، عشان كده هي الرسمة الوحيدة اللي محطوط لها إيه، اللي محطوط لها سيكنس. خلي بالك لو جينا في الفرق ما بين الاستاد الرأسية يمين وشمال، في اللي على الشمال اللي فيها دابل سي الاستاد الرأسية هم دابل، الاستاد الرئيسيه هم دابل اتنين هم، انما في الجزء اللي على اليمين انا عندي تلاتة، تلاتة منهم اتنين مقطوعين، في واحدة مكملة واتنين مقطوعين. تمام، هنا هنشوف التفاصيل بقى بتاعة القطاع اهو، القطاع ده اللي المفروض انتوا هترسموا زيه في القطاع برضو في الاخر، في الشيت بتاعنا، التفاصيل بتاعة سواء كان العلاقة مع السقف من فوق او العلاقة مع الجزء الارضية من تحت. طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في التفاصيل، احنا بس بوريك دلوقتي شكل التفصيلة يبقى عامل ازاي وانت بترسمها هيبقى واضح. عندنا هنا ايه الويب ستيفنر بتاعتنا، واللينتل، اللينتل اللي هو الجزء بتاع العتب موجود اهوت، وشكل الفتحة من تحت اهوت، ثم علاقة الجزء ده الويب ستيفنر بتاع التثبيت
السقف بتاعي، والكونتينوس رانر اللي هي الابر رانر بتاعتي من فوق، كل حاجه بابعادها وتفاصيلها زي ما احنا شايفين ده. نيجي للجزء اللي تحت برضو، قاعده خرسانيه اهو زي ما احنا قلنا الحاله بتاعتنا، فوقيها الكليب انجل بتاعتنا، فوقيها الويب ستيفنر اللي هي رابطه ما بين الجزء بتاع اللايت جيج بتاعنا والقاعده او والكلوجر بتاعتها الاول، ثم على نازله على الكليب انجل بتاعتنا، تمام. وواضح فوق هنا في المنبر من فوق خالص، واضح فيه الفتحه اللي هيعدي منها الايه البريسنج، تمام. نيجي بقى للتقاطعات، سواء الكورنر او الانترسكشن بتاعتنا. الرسمه اللي فوق على الشمال هي ليها الكورنر، حيطه ماشيه في اتجاه وحيطه ماشيه في اتجاه، السي بتاعت كل حيطه في اتجاهها، وبعدين بيبقى فيه ورا سي مطابقه لاتجاه احد السيهين الاثنين مع بعض، يعني تحس انها الحيطه المكمله هي دبل سي في الاول وبعدين مكمله، وبعدين الثانيه جايه عموديه عليها متثبته في الاثنين سي. لو جينا للانترسكشن، الرسمه اللي فوق على اليمين، هتلاقي ان هي ثلاث حوائط كل واحده ماشيه في اتجاه، وفي النص حاطط لهم سي ثانيه رابطه الثلاثه ببعض. بالنسبه لي التشطيب النهائي والتشيزنج بتاعي بيبقى زي نظام الخشب بالظبط، مفيش اي اختلاف منه، سواء كان الفينيشنج او انواع التشطيبات المختلفه، يعني هو كله زي الخشب بالظبط. عندي بقى من انواع التشيزنج اللي هو التكسيه الخارجيه، يعني في اللي هو الريتد بانل، وفي الفايبر بورد، وفي الجبسن، وفي كمان الريجيد فوم بلاستيك شيزل. طبعا ده جدول في ايه، في بعض التفاصيل بتاعت الاجزاء بتاعت البانل ويتس والبانل لينث بتاعتي بالنسبه للتكسيه، المقاسات بتاعتها ومميزات وعيوب كل واحده، مهم انك تبقى عارف برضو. بالنسبه للاربع انواع اللي هو الريتد والجبسن والفايبر بورد والريجيد فوق، مع المقاسات بتاعت كل حاجة عشان وانت بتشتغل. نيجي بقى للتمرين بتاعنا، هو ده شكل البلان. انا هسيب لكم بقى التمرين تقروه بالتفصيل، بس بقول لك اكد لك ان سمك الحيطة بتاعي 25 سنتي. المطلوب ان انت هتعمل القطاعين دول، هترسم البلان الاول وهترسم الواجهة اللي جاية، وبعدين هترسم القطاعين دول اللي هو قطاع AA وقطاع BB، بس رجاء يكون كمان في الابواب والشبابيك زي ما هي في الواجهه، يعني الابواب والشبابيك طبعا مش واضحه هنا بس هتبقى واضحه في الواجهه. انت هتبقى قاطع في ابواب وشبابيك، مش هينفع تبقى قاطع في اي بي وهي فاضيه كده، ورجاء الفتحه دي تعدي فيها، فتحه الفويد دي تعدي فيها وانت شغال. هنا الحاجات المطلوبه هي، انت مطلوب منك ان انت الاول تصمم القطاعات بتاعتك، تعملها ديزاين، وبعدين تعمل بسكيل 1 ل 20 البلان فلور، تعمل بسكيل 1 ل 10 واحد لعشرة التفاصيل، واحد لعشرين القطاعات بتاعتك. القطاعات بتاعتك هي تبين في الواجهة أماكن الفتحات وأماكن ما أنت هتقطع، ده المطلوب اهوت. وكمان هيبقى مطلوب منك إنك ترسم 3D سكتش لإيه؟ لنوعين مختلفين من الكونكشن. بالنسبة لنا كده إحنا خلصنا الحمد لله محاضرة الحديد، وأتمنى إن أنتوا إن شاء الله تسلموا اللوحة دي بإذن الله في الموعد اللي إحنا اتفقنا عليه.